أحبائي، إخوتي، أهلي، كرمال هذا الوطن اللي أنا ما بتذكر أبداً أحد علمني حبه، ما بعرف كيف حبيته. الوجع السوري يؤرق جالية كانت تعتقد أن شظايا الحرب السورية لن تطالها، لكن آلاف الأميال لم تفصلها عن الأهل والأحبة، فقرروا منذ أوائل الأزمة إنشاء منتدى يؤطر تحركهم لدعم شعبهم. لأجلك يا سوريا واحدة موحدة، يعني هذا الكلام مختصر ومعبر. فأيضا أنتم لستم من الآباء المؤسسين فقط للبلاد، وإنما من الآباء المؤسسين لأدب هذه البلاد. تداعى ممثلو المنتدى السوري من مختلف الولايات لهذا المؤتمر من أجل التصدي للتفرقة وتصحيح الصورة في الولايات المتحدة. السياسة الأمريكية المتبعة تجاه سوريا لا تخدم المصلحة الوطنية الأمريكية ولا تخدم الشعب السوري، بالإضافة تؤدي إلى تفتت النسيج الوطني السوري وعدم الاستقرار في سوريا والمنطقة. You and we need to spread the word now. لا تسألني من أنا، لا تسأل عن مذهبي، دمشق أمي وأبي، دمشق مهد العربي. غالبية أفراد الجالية السورية لم تعد تستطيع البقاء متتبعة لما يجري من فصول لمشاهد التراجيديا السورية، وقررت الزحف نحو دمشق من أجل ترميم النفوس قبل المباني والمدن. نزار عبود من أورلاندو، الولايات المتحدة، الميادين.